الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نصه جد. حلقتنا الليله فيها جد وفيها مزح وفيها قليل من الجد والمزح، وفيها تحديات بس فيها كمان صوت رائع وفيها كمان اداء خيالي. ليه؟ لانه اليوم ضيفنا مثل ما انا بحب عراقي، يعني ونجم عراقي وفنان عراقي، هو صاحب احلى صوت، صاحب احلى ابتسامه، وصاحب احلى طلة. نجم من العراق عرف شهره على صعيد كل الوطن العربي، غنى قدام الملايين واثر قلوبهم قبل ما يفوز بالموسم الثاني من ذا فويس. قلوب اليوم عم بدي اقول له مع كل عمل غنائي وباختصار ستار سعد. اهلا بالرئيس ستار. اهلا بستار، فدوى قلبي فديتك يا ستار، فدوى قلبي يا حبيبي، هواي احبك، هواي احبك. كيفك ستار؟ شو الاخبار؟ هلا انت بتعرف انه عندي ضعف على العراقيين. اكيد عندي ضعف على الفن العراقي حبيبي، عندي ضعف على كل شيء بيطلع من العراق مع موسيقى، لانك ذواق حبيبي والله. شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف السفر معك؟ معلم بس بلشنا بلشت دغري هلا هي التحماية. هلا جاي من وين؟ احنا جينا من تركيا. من تركيا ورايح لوين؟ باقي عندكم هسه ما تريدون؟ ما عندك سفرة ثانية؟ لأنه بتضلك بالطيارة. اي صح، بتضلك بين بيروت وبغداد ودبي. وين أنت، وين ساكن؟ ما مستقر بمكان. ما مستقر بمكان. قد عمرك ستار؟ أنا هسه صارت 31 سنة. 31 سنة بهيدا العمر اليوم بعدك قادر إنك ما تستقر بمكان، وقادر إنك تضلك عم تتنقل بسبب العمل يعني. يعني كم مرة بالأسبوع بتسافر؟ أو بالشهر يا قيي؟ لا زين إذا طولت شهر. لا لا قد ايه ماكسيموم تقضي معه؟ ممكن اكثر شيء مطول ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع بنفس المكان. وطيب لدرجه انه انت بالميدل ايست بالطيارات بدون مشكله؟ هذه ايام الكورونا. الكورونا بعد ماكو سفر. شو تعال، بحيث اول ما فتحوا الحظر اول طياره انفتحت انا ركبت فيها وطرت. لانه انت علقان يعني. لانه منك ساكن. طيب بالميدل ايست عرضوا عليك وظيفه. مرات اشوف مثلا ينسد الطريق، فممكن مره خطيه تكون ما تقدر على درجه بيساعدهم بالشنط وبضل يعمل سرايد ماني يعني. هذا بيناولوا 10,000 حلوين يعني. انتبه يعني بالكورونا ما كان في فن، فاني ممكن. طيب شو يعني، وكيف تمرق، كيف بتمرق وقت بالطياره؟ بتحضر افلام؟ شو بتعمل يعني؟ شو اغرب شيء صار معك بالطياره؟ اغرب شيء غير انه بتساعد بالشنط؟ والله مره كنت نايم يعني غفيت. ايه يعني ونزلت الطياره ما كنت ادري بيها. اوكي. فاول ما نزلت شايف المطب يعني مال من تنزل تصير قويه، ويا الطبه مالتها فزيت وصيحت، فبس صوتي طلع عاني. انت فكرت وعي بس صوتي. بس اني ما وعوك، ماني بوعوك. سمعت صوتي انا ايش بده يصير، سكتت. ما هني عادة بيوقعوا، عطت عيطة قوية يعني بوقتها. طيب اليوم انت بتعتبر حالك بمسيرتك طاير طيران ولا لا؟ ولا هنيهة هنيهة؟ يعني شو اللي خبرني. بدك تحكي، فيك تحكي. لازم احكي ها؟ طبعا. يعني مستمرين، اكو هدف بحياتي لازم اوصل له ودا اسعى له ان شاء الله. وعم توصل له على مهلك؟ اي شوي شوي، لانه الشباب اللي لازم اتأنى. انا متأنى بشغلي يعني، ما مو من النوع المستعجل. ما يعني ما بيغريك الصعود الصاروخي مثلا لغيرك مثل سيف؟ ممكن هذا الصعود الصاروخي يصير وراء سقوط صاروخي. وبرايك هيك حيصير مع اللي طلعوا صعود صاروخي؟ لا ممكن يعني اذا يحافظ على اللي وصل له يعني يكون هو شاطر. طيب شو رايك قبل ما نبلش بالحلقه مزبوط، لانه انت هون سمعني مويل عرائي، انا بحب العرائي بليز. سمعني مويل عرائي. سمعك مويل بعدك على الفوطه يعني، خلينا نستغلك مزبوط. يلا استغلال استغلال موسيقي وكونك مقابلاتي. اوكي. تحملني شويه. ها أمل منك أصد عنك كذب من قال عوف النار. أنا لو حطه بدرب النار دمع عيني لطف
مطفي ودك بابك واشوف امل منك قصد عنك جذب من قال من قال اوفنك انا لو حطوا بدرب النار دمع طفي ودك بابك وشوف لفلش حاجز المبني وحيلة عنك وعني وحاجيك وتحاجيني وتحاجيني واشوف انك واسمع انك اشتريت الصيف طار الطير انا لا اطير وياك وهم تحط ولزمنك اشتريت الصيف اشتريت الصير نجم بسماي همت الما واشوف النار اشتريت الصير تريد تموت انا موت وياك قبل ما اموت اصيح انحي احب الناي اصيح انحي مش معقول حبيبي مش معقول الموال مش معقول الصوت الأداء أول مرة بسمع الفرقة بقوله آه لحدا أول مرة شيء مش معقول بس إذنك موسيقيا لا بس أنت أستاذ يا معلم حبيبي والله يا ستار أستاذ وأنا مرق معي يا أستاذ يعني حبيبي. طيب منبلش منقول خلينا بالجد أبو الناج الجمهور العربي تعرف عليك ستار سعد بذا فويس بس قبله اشتركت ببرنامجين للهواة هني مثلث النجوم بالعراق وبعدين عرب ايدل قبل ما تربح بال 2014 لقب ذا فويس نعم ليه برايك ربحت بذا فويس مش بعرب ايدل شو صار هذا دليل يعني؟ انه انا بقيت مثابر وبقيت انه انا مصر انه عندي الموهبه ولازم صوتي يعني تحسنت من عرب ايدل لذا فويس ما بتعتبر حالك ظلمت انظلمت ب لا 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 ما انظلمت اوكي بس كل واحد له فرصه اوكي لازم فد يوم تجي الفرصه بس الفرصة لازم احنا نسعى لها ما ننتظرها بالبيت واو مو صح وضليت تمرن صوتك تتعلم وضليت يعني انه لازم اوصل لان يعني عندي الموهبة عندي الاساس فالحمد لله والشكر رجعت قويت حالي مع شو اسمه في معهد الفنون مع استاذ طاهر العصام نوجه له تحية واشتغلت حالك استفاديت كثير وبالبرنامج كمان استفاديت الدكتورة ايمان والاستاذ كرم السهر كانوا كلش يهتمون بينا وينطونا نصائح بذا فويس برموا لك كاظم السهر وشيرين وصابر الرباعي ونقيت انت كاظم كاظم بالنسبه لك صار عندي فضول شو بالبرنامج بعد البرنامج التقيت مع الاستاذ عاصي قلت ليش ما برمت لي قاموا لان كانوا مختارين يعني كان اوريدي فول هو فول الفريق تبعي لو برم لك عاصي كنت احترت بين كاظم وعاصي أنا كنت أوريدي إنه مختار كاظم يعني أوريدي أنت فايت بدك تحتار إيه كاظم حاطط طلع أنت أول غنية حفظتها وغنيتها بحياتك كانت تذكر لكاظم السهر تذكر ما شاء الله مش هيك؟ من بعتاد كريم العراقي هي ما هيك؟ وبعدك على علاقة مع القيصر؟ والله صار فترة يعني منقطعين بس التقيت بعمر قبل فترة بدبي
يعني. طب شو بيصير؟ ليه فجأة بيصير في جفا من بعد البرنامج؟ لا مو جفا، بس هو يعني الرجل ما قصر صراحة. لأن أنا لحن أغنية، هو لحن لأغنية وشاركت وياه بمهرجان بالشارقة، غنينا سوى الأغنية. برأيك أنت كل الوعود اللي متنعطى خلال The Voice إنه رح نسير ورح نرافق، كله هذا بيكون من ضمن لمين ما يعني؟ في كتير من الفنانين وعدوا على الهواء وما وفيوا. قاضم مش منهم، ما عم بحكي عن الموضوع، بس في منهم فنانين إنه رح غني أنا وياك، رح أعمل، رح ألحن لك، رح كذا، مش كله بيصير. والله ما برأيك بعرف. شو السبب؟ يعني ممكن صراحة يعني ما صاير هذا الموضوع وياي، فما أعرف يعني إنه. فهمت علي. اليوم في ديو. صدق. اليوم أنت بديو، تعال نطير أنت ولميا جمال. لميا جمال اشتركت بذا فويس بموسمه الأول وأنت ربعت ديو من الديو، هيك قصدي. إحنا بدنا ننزل. بدك تنزل. نزل. يعني المهم إنه الاستمرارية. وما فيك تعرف الأغنية قبل إذا حتنجح ولا ما حتنجح. الأغنية واحد يعرف الأغنية تنجح ما يبيعها بمية ألف دولار. مزبوط. برافو عليك، معك حق. كلمة مزبوطة. ستار، أنت من مواليد البصرة 1990، ربيت. وكبرت بالعاصمة بغداد بعائلة مكونة ست شباب، انتو ست اخوة، انتو اساميهم؟ علي، ابلش لك من الصغير. ابلش من الصغير. علي، حمزة، حسن، اني، سيف، ابراهيم. بعوني حافظهم، فكرت شوف انا ما عندك اخوة بنات؟ لا والله. احوال عائلتكم كانت منيحة مرتاحة، ولكن الى حين صارت حرب الخليج و تراجعت أحوالكم. نزول الدولار هو صار. نزول الدولار، وإذ اضطريت أنت تشتغل لتساعد عائلتك. كنا والله. تعاوننا كنا. والدي ما يقبل إنه نشتغل عند أحد غريب. أوكي. فهو يعني عمل مثل الشركة وإحنا أولاده معه يعني، عرفت. فصرنا نشتغل بالديكور وهي شي شغلات. أو بتتذكر هاي الفترة باعتزاز طبعاً. ولا بمرارة؟ لا طبعاً بالعكس. باعتزاز. هذه كانت ال. الباور مالتي إنه. تعتبر حالك اليوم عصامي يعني. طبعا. اوكي. صعقت بالكهرباء انتو عم تشتغل. اي والله هاي منو قال لك انت من هسه؟ لا يا معلم، لا يا معلم، انا بنعمل طبعا وصلت الموت بوقتها. والله شو صار؟ اي والله فقدت الوعي. اشتغلت عم تشتغل بديكور؟ بنايه. شريط؟ اكو بنايه بالبصره. ايه. مستشفى مال ولاده مال اطفال. ايه. كنت بدي اشتغل انا القسطه يعني مال السقف الثاني والشبسون بورد. اوكي. فاثناء كانت بوقتها رطوبه واني صاير مي. لأن عندنا رطوبة بالبصرة عالية كلش. مزبوط. فصارت العصرية عصريات يعني حلوا كل العمال كلها طلعت، فأنا ظليت أشتغل لأن إحنا ماخذينا المساحة على المتر. أوكي، ورشة يعني. إيه يعني ماخذيها على المتر. قد ما نشتغل راح نستفاد يعني. أوكي. عرفت. فظليت أنا دا أشتغل وأخواتي كانوا مع إبراهيم كانوا وياي بس مسافة بعيدة. فأثناء ما دا أشتغل حطيت ايدي على الحديد. او ماي جاد. فانا منقع مي كلي رطوبه ومسكت هذا الحديد، طلع في كيبل نازل على الحديد. واو. ومسكتني بوقتها انا لحد انا اتذكر ونفي رحت وقعت. فقدت الوعي يعني. شلون واحد فقد الوعي؟ بعدين حسيت حالي انه واقع بالقاع، طلعت انه مو انا صاعد على السكله. شدتني من وقعت يلا فكتني. اوف. فصرخ الصرخه على ابراهيم. خي ابراهيم. وضليت قد ايه عم هو خيك هلا؟ ايه ايه. ضليت عم ترجف؟ ضليت مضايق؟ يبست يبست. منيح ما عملت لك شلل دماغي؟ يبست. لان عاده بتعمل كوما يعني. فاخذوني دغري على المستشفى. واو. بس المشكله مو انا، المشكله شربوني مي. لا ما بيسوى. ما بيسوى، كانوا قتلوني. منيح ما وصلوك على الكهرباء مره ثانيه. نحن شوفوا دغري راح جابوا لي مي يا عمي. ما يصير ما حدا اجى قال له وصلوه على البارد. الله يطلعها، وصلوه على البارد. الله يطلعها. ليك وبعدك تمشي بترانس ولا خلص؟ الحمد لله. صار ركبوا له محول، ركبوا له على 110. هلا صار على 110 بنفس الورشه. عرفوا انه صوتك حلو، صرت كنت تدندن على من ورا الصدى. بي مو قلت لك انا باخذ لي زوايا واشتغل لحالي بالمتر. انت اخذ الغنى كنت بوقتك. قد ما تغني قد ما تقبض. اصل هلا بيغني بالمتر. شو خلص بيقولوا له قد ايه؟ بيقولوا له بدنا حفله، بيقولوا له قد ايه الصاله؟ قد ايه الصاله؟ على المتر. على المتر بس. مشكله ايه يعني، كنا وقت فراغ. شو قال لك بيك بس سامعك صوتك حلو؟ قال لك خليك بالديكور ولا بدك نغني؟ انا من المستحس صرت ما اعرف شو احكي. خجلت بيك كان ما بيعرف قبل انه صوتك حلو؟ لا ما كان يعرف. خجلت؟ بوا علي هيك قلت هذا بس لا راح يضربني بفد شيء. ليه بيك ما حب تفوت على لا بالعكس. بعدين حب بالعكس. لا قال لي غني صوتك حلو. طب سمعنا شيء بصوتك الحلو. شو انت بتعرف انك بتحب ادم؟ شفت ما اعرف كل شيء عنك.
اي ما شاء الله. طب سمعنا شيء لادم؟ مين مغششك؟ ما معلم نحن عندنا ثلاثة أربعة شفنا حكينا لمدير أعمالك وخيك وخلينا حدا هلا في كثير أخبار بعد. خير إن شاء الله. انواع الاصوات اللي انا بحبهم، القوه مع الحنان حبيبي والله العظيم كلك ذوق. وبيك شافك هيك وخجلت انت؟ اي والله دغري يا لطيف عن جد. بساله كيف بس انه كيف بيك ما كان عارف بالبيت ما كنت تغني؟ لا كنت صغير بدندن، كنت صغير بدندن يعني قلت لك غنيت اغنيه استاذ كاظم الساهر. ايه تذكر ما سمعها بس يعني ما كان صوتي بهال يعني هلا صوت متمكن جدا. طيب انت وصغير كنت تروح على الشغل الصبح تروح على المدرسه بعد الظهر وبس تخلص مدرسه كنت تروح من دون علم اهلك من دون علم اهلك على معهد الموسيقى. موسيقى لتتعلم اصول الغناء والمقامات. المعهد كان بعيد عن بيتك ساعه. ايه كنت تروح بدراجه صاحبك بايسكل. ايه دراجه هوائيه بايسكل. اي مره يعني اضطريت اني اروح بالبايسكل لان شو اسمه كانت الوضعيه يعني شويه تعبانه. وانا من نوع يعني حتى يعني الاهلي انه ما اقول لهم انه ما بدك تقول لهم اعطوني او شيء ابدا. بس ما بدك تقول لهم انك انت عم تتعلم ولا 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 تتعلم اصلا بي نهائيا. طيب بس مع انه انت قريب من اخواتك يعني ليش زير. ليه ما خبرت اخواتك على ليلي؟ ابد ما اريد يعني ممكن يكون حدا ما معه او شيء. مين اقرب خيل لك؟ كلهم سيف. بس في شيء مميز بينك وبينه؟ لا احنا كنا يعني بس تطلع إيه؟ بتفرطوا ضحك سيف مشكله. سيف ليه؟ ما روحوا يا لا فواتح لا شيء على العزاء ما بتروحوا على العزاء؟ لا ابد. ليه؟ فضيحه. بتضحكوا بالعزاء؟ اي والله ما فيك تطلع فيه؟ مره ساعه احنا بس نوصل يم الفاتحه نضل نضحك ونرجع يعني قلنا بس خلينا نروح نكمل الفاتحه من العالم. مشكله. طيب ليك شو قصه علبه الحليب اللي فوتت راسك فيها؟ هذا ابراهيم اخذوني على المستشفى. ابراهيم كلش كان وكح. ليه كان يعني شيطان ابراهيم. ايه بس لا شيطان ابراهيم شيطان رجيم. انا بعرف شيطان ابراهيم ايش قد ما عنده شغلات يعملها. شو هو حط لك الحليب براسك؟ هو وابن عمي شامل في كان نيدو. ايه انا صغير ما حسيت الشيء قبغ صار في راسي يريدوا يطلعوا ما يقدروا ناخذوه على المستشفى صار اي مشكله. شو رجع عملوا؟ قصوها بالمستشفى بس قصوها. اي والله ما بتطلع الا مع رقبته شباب قصوا له رقبته هني بدون العلبه ما فرقنا معهم ستار بس راح ابراهيم كان كلش وكح كنا بالتلفزيون مباوع السيرك شلون نار وما ادري شنو. فصحنا تعالوا احنا صغار سيرك. اي فوقفوا هنا وقفوا شوف ايش راح اسوي لكم. هذا شرب نفط شربوا النفط وشعل النار هيك كان شعل النار ورجعت النار على وجهه احترق شعره يا احواج براحوا شوهتك شلون شوهوا اي والله. طيب مفوت اليوم بستار الكبير ستار من سنتين وقعت عقد انتاج فني واداره اعمال مع ميوزك از ماي لايف ووتري والسنه الماضيه كان لك كثير اصدارات لك مع الشركه. هلا اليوم زمن الفنانين العراقيين ستار يعني اليوم انت اليوم اذا بدك تحصد بعد كل التعب اللي عشته يعني الاجتهاد والاغنيه العراقيه مثل ما قلت انا افتكر. ليه اليوم؟ ليه اخر ثلاث اربع سنين خمس سنين ست شو صار؟ كثره الانتاجات. بس شو صار؟ اكو انتاج ضخم و اكو حداثه بالكلمه، اكو حداثه باللحن. بس هذا اللحن موجود، هذا اللحن العراقي موجود قبل لا؟ موجود بس ايه مثل ما قلت الايقاع. يعني الاغنيه العراقيه اللي خرجت من العراق نعم. مع كاظم الساهر مختلفه من الاغنيه العراقيه اللي خرجت لا هلا يعني مختلفه يعني احنا اليوم يعني كنا نسمع شو اسمها هيدي شو ها حبيبي مو على بعضك يا حبيبي. كل اغنيه الى بس هلا طلع ستايل جديد حتى اكون صريح نعم. من بعد التغيرات السياسيه والانفتاح العراق على العالم نعم. خرجت موسيقى العراقيه من العراق وعندنا اصوات وشعراء مش معقول بالكيلو سوري يعني بس بسم الله عليكم يعني يا اخي كل يوم هذا الفنان العراقي ليك بلا صوت ليك هالفنانه ليك دموع تحسين ليك
ليك أصيل هميم، ليك رحمة، ليك علي صابر، ليك ستار، ليك سيف نبيل، أصوات ليك أصوات نور أصوات. ليك هيدا نور الزين، محمود غياث، هيدا ومجتهدين عشق بده يشتغلوا على حالهم يعني. ما معقول ما نسينا حدا، كلهم أصحابي صاروا لنا، علي جاسم، محمود تركي، كلهم أصحابي، كلهم والله أصوات بهم البركة. طيب بسم الله عليك، طيب شو السر؟ والله افتخر إنه يعني شو السر؟ الفن العراقي إنه شو السر؟ يعني شو اللي عم بيها هالقد المثابرة وقلت لك الكلام الإيقاع يعني اكو حداثة بالموسيقى العراقية، فهذا الشيء أكيد يخليها مميزة، وأنت تعرف اللهجة العراقية محبوبة بالوطن العربي. طيب أنت اليوم أنت اليوم طلعت أغنية وعد شرف من السنة الماضية، ما هيك؟ وعد شرف إيه وعد تقريبا شرف. سنتين أي. من سنتين تقريبا، ما نحن السنة الماضية ما بنحسبها من وراء كورونا. اي كورونا ما بنحسبها. انت ظلمت بكورونا، ظلمت من وراء كورونا، كنت وعد. ليش انظلمت؟ لا بالعكس، لانه عملت غنية واجت كورونا. عادي مش مشكلة عادي، يعني اهم شيء الاستمرارية. طيب انت اليوم مدلل بميوزك از ماي لايف مثل نصيف مثل نصيف ورحمة. أيوة صراحة. اي والله مدلل يعني ما شاء الله. هم مين اكثر واحد فيكم مدلل؟ الكل والله، ما كلهم سواسية يعني. الحلو بالشركة انه ناس بروفيشنال طبعا، وناس عم يصنعوا نجم، فهذا الشيء انا اللي خلاني يعني. اي ما شاء الله عليه طبعا. يعني حلو انه واضعين خطة للفنان بعد شيء 4 سنين لقدام. انت يعني بتلاقي انه القطف بيحون وقته بعد قدام يعني. اكيد. اوكي طيب، كان لك مشاركة لافتة بالميوريك ستور السنة، وبدعت بأداء أغنية لبيروت، شو بتعني لك بيروت؟ بيروت بلدي الثاني. واو. اي أيوة والله بيروت، لان تعرف البرنامج ذا فويس والدعم اللي صار اللي حصلته كله، واللي النجوميه اللي حققتها من برنامج ذا فويس لحد هذه اللحظه من بيروت، فاني ما انكر الجميل، فبيروت لها فضل علي كبير. بتغني لبناني؟ بتغني لبناني؟ يعني بتغني باللهجه اللبنانيه؟ اقول لك هاي هسه مال ادم لبنان، لا هاي لهجه بيضة. هذا انا لهجه بيضة بس. أه. لبناني لبناني بتغني؟ لبناني مو هاي المشكله. لا انا ما قصدي لبناني لبناني يعني. يعني ما انت بتطلع معي. انت ليش عملتنا كاننا متولاتنا احنا لبناني لبناني؟ هل نحن انا غني مغني عراقي 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 عراقي؟ هو عن جد نحن كل ما تقرب على الساحل كل ما بتصير اساحل، كل ما تقرب على الساحل كل ما تصير لبناني لبناني، كل ما تقرب على الصحراء تصير عراقي عراقي. يعني السوري جاي بالنص عمي. ايه شو نسوي احنا؟ هاي احنا الكلام مالتنا جلفي بملوحه. يعني شو اكثر اغنيه لبنانيه لبنانيه تعرفها مثلا؟ كثير اغاني. عاصي الحلاني مثلا، شو بتحفظ له مثلا؟ بس عاصي صار له زمان ما غنى لبناني لبناني يعني. ايه مثلا وائل كفوري شيء لبناني. وائل كفوري عنده بس حسين جسمي قد السما ما بحبها. خلينا اجاوبك على واحده منهم. سوري انا عم بعمل بلاي ليست، بطلت عم بطلع انا بلاي ليست، انا سوري بلاي ليست، انا عم بطلب بلاي ليست للسياره مش اللي شو. مثلا هذه الاغنيه البنت القويه حلوه. يا ويلي حبة سكر على مربى احساسي انا جمي مش معقول لبناني. لا عن جد يا هي كيف بلش؟ يا ويلي شو يا ويلي من حبه سكر على مربى. ها كيف بدي الكلام؟ يلا خليك 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 لازم 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 بس خليك غني غنيه لبنانيه 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 لبنانيه. لا مش لبنانيه لبنانيه. لا لبناني لبناني يعني. شو راح يخلصها؟ بس انا بدي بلش من الاول. هالبنت القوية بدي أقول البنت القوية. بس مش تضحك علي إذا أغني. لا ليه بدك تضحك؟ نحن بنغني عراقي وأنتم ما بتضحك علينا. عراقي شو العراقي؟ نحن بنغني عراقي. إي عراقي وأنتم ما بتضحكوا علينا. بعد 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 مثلا بغني لدموع مثلا طبعا دموعة. مثلا معقولة معقولة نحن بنقول معقولة مع عافية بس زين أنت والله زين يعني. بس أنا لو بدي أغني بس تصور لو نحن يا حمام الدوح لو اللبناني يا حمام الدوح وش مالك يا حمام الدوح شو بك وش توين وش بك شي هيك يعني. اعطيني اذا انت تركتيني بطلت تحبيني. يلا هيك لحظه بس ما تسأل علينا. لا والله لا والله راح اغني. طلعنا خياخينوس. يا إذا أنت إذا أنت تركتيني بطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف إذا أنت فليتي
يعني انخرب بيتي شو بعمل بحالي مش معروف انت خلقت لقلبي ايه مطرحك جواتي كلمة منك بعيش كلمة تنهي حياته خلص بزيادة خلص تمام نجحت بالفحص نجحت بالفحص اوكي هلا بدنا نحكي شوية حياة شخصية متزوج مرتبط شيء هيك لا لا هي النساء عم يسألوني بالبدايتي مش انه هو سؤال ما كان مكتوب هو السؤال ما كان مكتوب البروديوسر سألتني مجوز قال لي مجوز عم تسأل جواز لا بعد مرتبط لا منه مرتبط ها شو منه مرتبط حبيبي ستار منه مرتبط طب اذا ارتبطت عم تسألني اذا ارتبطت بتخون شو على انه عم بتقول لي انه فاتت على جوجل لقيت عم بيقولوا انه في شيء بينك وبين لميا جمال ما عم بمزح والله لا على جوجل بيقولوا لا في شيء خيتي عفوا خيتي اختك يعني اختي يعني قول خيتي طيب انه طب ليك سؤال الارتباط بخفف من النجوميه لا بالعكس لازم الواحد يقسم يعني حياته انت مقسم حياتك يا لا مقسم حياتك انه نجوميه بالنهار وعشق بالليل ولا عشق بالنهار ونجوميه بالليل لا شوف يعني ليش استحيت المشكله عملت وقت تبيك لقطك عم تغني بتكاني لقطك مع مره شو بدك يا خي ليك مهضوم على فكره حبيبي ايه؟ كلك ذوق بيان حياتي الشخصيه ما بحب حبيبي كلك ذوق غير الموضوع غير الموضوع يلا حياتي الشخصيه ما احب يعني ما بتحرك لها طيب على القليل اذا انغرمت انت عاشق مجنون مثل الغنيه شوف انت مش ما عندك غنيه اسمها عاشق مجنون عاشق مجنون ايه ما عندك غنيه هيك انت على قليلي والله بس اغاني بتغنوا بس اغاني لا انت أكيد. عاشق حب هي حياتنا كلها حب والله حياتك كلها لك شو هالجواب الدبلوماسي العام طب سمعني عاشق مجنون يلا عشقتك عشق مجنون يا عاشق عشق عشقي عشق عشقي طيب هلا مطلوب منك عن جد المزح والجد مع بعضه مطلوب منك عن جد ابو النجا مهمات مرتكزة على صور وإذا ما بتعمل المهمات في تحديات بدك تعمل يعني في إشي بدك في ثمن بدك تدفعه أول شيء شو هالمفاجآت جايبين أوكي إذا ما بتجاوب بدك تاكل سلطة البصل منو قال لك يا أروج من البصل ما بتحب البصل لا أنا حطعميك بإيدي خوش أخبار إذا ما جاوبت وقالوا لي عندك فوبيا تانية كمان بس بعدين نحكي فيها أوكي مطلوب منك من بين الصور اللي عم تطلع هلا على الشاشة تختار نجمة العراق الأولى بين شادى حسون رحمة رياض وأسيل هميم شنو هالإحراجات هذه يا عمي يلا شو بصل راح يوكلوني بصل ليك ملا لقمة أيوة طيارة لحظة شبك رحمة معك بالشركة يلا شو بقوله ما أريد نزعل أحد والله يا ما تزعلون علينا رحمه يلا نقول رحمه رحمه انت عامل ديو مع شذا شذاوي هي انا صديقتي لا مبين بتحبها بلشت انت لا مبين لكن رحمه انت لقيتها وشذا واصيل محبه بتحبون لا حبهم ليش بس انه ما بيعجبوك بس راضي وكني هل عم طعميك بصل شو عم طعميك انا بصل حيدا نعمه من رب العالمين بصل تخبل من البصل والله اي والله ما نو جارليك يعني اونينز اوكي مطلوب منك تختار التوب 3 الاقرب الى قلبك من كبار نجوم العراق قاسم السهر سعدون جابر الهام مدفع من الاول الى الاخر يعني كلهم نجوم ما شاء الله بس انا اكيد اختار استاذ قاسم الثاني واحد هو لو ثاني ما هو توب 3 انا قلت انا ما قلت توب 1 والله كلهم اثنينهم يعني يعني نجوم. بصل هاش اختارينا واحدة انا لا ما قلت لك توب 3 انا وحياة ام ليك وين توب 3 اختار منك توب 3 الاقرب الى قلبك من كبار نجوم العراق ما بكز ماش انه هلا غيرت السؤال يعني حسين استاذ سعدون جابر ثاني سعدون جابر وثالث الهام مدفعي ما انه مش ستيلك الهام مدفعي الهام يعني انه
لا شو طبعا لا انت هيك لا صديقي يعني محمد صديقك كمان ملتقين بي والله اوكي طيب. لا مبين مطلوب منك مطلوب منك من بين من بين هالنجمات مين ما بتعمل ديو معه يارا شيرين عبد الوهاب نجوى كرم سميرة سعيد احلام وانغام رح ارجع لك اياه هون يارا نجوى كرم سميرة سعيد انغام شيرين احلام اعمل ديو ياها ما بتعمل مين اللي ما اللي بتعمل مع ديو شو هالسؤال مين هي اللي ما بتعمل مع ديو واحد ولا وحده اني هو نسوان لا لا وحده 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 يعني وحده ما بتعمل مع ديو اوكي مين ما بتعمل مع ديو انت من البقيه انا راح اختار شيرين انه اعمل معها ديو واختار من البقيه انت كل البقيه ما بتعمل مع ديو يلا بعد شو اقول لك ليه ما بتعمل مع ديو لا اكيد ما بيعجبوك لا لا صوتهم يجننوا بالعكس مين صوته مش حلو بس انا احب صوت شيرين كلش بس انا ما سالتك مين بتحب سالتك مين ما بتعمل اليوم انت اختار منهم كل بصل ليه بس افتح تمك افتح افتح يا سمسم والله ازعل لا والله يزعل تزعل ازعل كل بصل لبناني تخرب الحلقه بصل لبناني والله بزعل بصل لبناني يلا لا لقمه لقمه لا يا عمي بلاش شربك اجيب لك فول اعطيني اسم وخلص اسم يلا اوكي هذه شو هيدي لا مش اسم اسم اعطيني اسم بعدين شو اكلت اكلت النعنع هي البصل بس زين عيد لي الاسماء اوكي طب شو عيد شو عم اعمل لك اخراج هذا انا ولا يارا شيرين عبد الوهاب نجوى كرم سميره سعيد احلام انغام سميره سعيد ما بتعمل معها ليش ما بتحبها ليش بحبها والله احبها بالعكس ليه بتكره مطلوب منك تكون البطل العراقي بفيلم لبناني مين بتنقي بطله ما بين هيفا وهبه سيرين عبد النور نادين نجام نيكول سابا بطله هيفا شو حاط عينك على هيفا؟ هيفا ستيلك بقية مش ستيلك أجمل امرأة عربية هي هيفا وهبي؟ أكيد أكيد بدك تخلي لك الصورة تطلع على رواق شو حزك؟ حزك أنه بابا عم تطلع أنا هون ستار؟ هشام أنا بابا معك مقابلة بتتذكر؟ هلا كيفك؟ كيفك يا حبيبي شو أخبارك؟ تمام مش الحال؟ أوكي مطلوب منك تختار واحد من هالفنانين وتغني له غنية سعد الصغير دومينيك حوراني هيفا وهبي يعني الله. اذا بدك اقول لك ايه هون هيفا وهبي مثلا في رقب في بوس الواوا اذا بدك بوس الواوا حلوه سعد الصغير بحبك يا حمار والعلمك يا حمار انا بزعل قوي لما اقول لك ليه طب لا ولا ما طب دومينيك عندها غنية حلوه لا تلعب بالنار واوا اح واوا غنيها بالعراقي لا تلعب بالنار هي واوا اح واوا اح والله بتطلع حلوه للبرومو اسمع مني بلا الووح بلا الوصح يا ولي والله خلينا على البصل احسن والله اذا كان بصل ممنوع تشرب مي بس اقول لك ليه لا انا ممنوع تبلع لا بشرفك بس انت لا لا هيجي هيجي قبلشت الحلقه عم بغنيشني صار اي لا بشرفك يلا كل بصل طب غني طين المي على الاقل شو اذا غني بحبك يا حمار ولعلمك يا حمار انا بزعل قوي لما حد يقول لك يلا يلا صحتين تشيرز كدوش مش بلع مش بلع كدش كدش ما تنبلع بلا تنبلع طب يلا لا تلعب بالنار بلا 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 زقفوله بلا لعنة بلا زقفوله بلا يلا عم تمزح اكيد 1 2 3 ابو الناش طيب هلا في تحدي واذا ما عملت التحدي بدك تعرف على اصدقائي الجديد بيأثر اوكي اوكي طيب يلا كمان تحدي اوكي شو بك شو هاي صراصير لا اله الا الله ابراهيم ليش هيك شو بك يلا اليوم كثير عم بيمشوا ليك اذا ما بتعمل تحدي بس اشوف شوف هيدا بتمسكوا بايدك خنفسانه هذه خنفسانه لا خنفسانه عادي ما اخاف منها طيب التحدي هو فرم البصل فرم البصل آه. شنو انت يعني بدك ما هو حلك ليه ما هو لحظه ليه في دولمة بلا بصل ما في دولمة بلا بصل ما في واذا انت ما طيقه ما طيقه البصل ما ايه ما تاكل ما تاكل قصه قصه بدك تقص بدك تقشره يعني بدك عرفت كيف بدك بدك تقشر خمسه بدك تفرم اثنين دقيقتين بس عادي افرم اوكي يلا تفضل يلا قوم افرم بصل يلا اول شيء بدك تقشرهم خمسه طن يعني ما الغسل بايديك مضبوط لا بالطبخ زين يعني شاطر شاطر بالطبخ وبتعمل دولمة
نعمل كل شيء. بس با أيوة تحشي نعمل. بطاطا وبندوره عادي عادي. بس با والله نسوي اطبخ تمن ومرق ودجاج وكل شيء. اوكي اذا دمعت بدك تقدش منها. شو بدك تقدش؟ تقدش شنو يعني؟ ثقيله صعبه شوي. صعبه شو يعني؟ تقدش يعني تاكل. لا خلص كافي. لا خلص اكل بصل حرام حيموت. يلا فرم لنا خمس بصلات. فرم لنا بصلتين. بصلتين؟ ايوه. بلش الوقت؟ ايه بلش. شنو هالسكينة هذه؟ شو هالسكينة؟ شو هالسكينة هذه؟ انا خليني افرم. ايوه فرفطة. ايوه فرفطة 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 بسرعة. ايش تريد؟ يلا فرفطة. ايش قد الوقت؟ بعدنا بعد في بعد شوي بعد شوي معك 100 ثانية. يلا يلا بسرعة. لا ايوه يلا يلا هش. انت عسراوي يعني؟ يسراوي. يلا والله منك هين. بس هاي السكينة مو زينة. يلا السكينة منها منيحة. تبي اصبعك بشرفة. شو السكينة معها؟ والله ما تقص. ما زين ما زين. ما مو زين. مو زين السكينة. سكينة مو زين. خلص خلص خلص. يلا خلص. زافولو زافولو زافولو. أوكي. هلا بدك تفرم الصراصير. لا سوري لا سوري خبص. فاتت ببعضها فاتت ببعضها. طيب هلا بتحب التمثيل ستار؟ بتحب تعمل ممثل؟ مثلت فيلم مثلت فيلم الى بغداد. إيه؟ كانت بطولتي. والله أيوة. وليه ما قطعت التذاكر وليه ما بتعيد التجربه؟ بالعكس اذا جاني شيء بالعكس. طيب. انا احب التمثيل. طيب بعطيك الموقف وانت بتمثل دغري بلا. ماشي انت وصاحبتك وانت وصديقتك خياليه خي ما قصدي شيء. انت وصديقتك خيال وفي واحد عاكسها شو بتقول له؟ معصب. جرب انا وياك. يلا قوم. ماشي انا بس ممنوع تبتسب. بس ممنوع تبتسب. يلا مشي انت وياها هون. حاضر حاضر. لا بس ممنوع الخبيط. اوكي مشي انت وياها. مشي انت مشي انت وياها. مشي انت وياها. مشي انت برني. ايش قلت؟ عم بقول لها نقزني. انا قلت راحت. انا قلت رد لي البصلات. انا بس قال لي وش قلت خفت. انا حتى ما نظرت قال لي وش قلت وش قلت. هو العراقي لحاله بتخاف انت. العراقي جاي جاي دفاع منه فيه. طيب اوكي هلا انت رجل هلا انت رجل فقير ومعطر ووصل لك مسج على الموبايل وانت ربحت اللوتو انه انت ربحت اليانصيب. مسك موبايلك وعبر لي انه انت خذ هاي موبايلي وانه انت ربحت اللوتو. قاعد انت فقير ما قاعد ببيت صغير واجاك مسج طلعت. اول شيء اول شيء جرب زعل. كنت زعلان انت. انت هلا مشحر فقير هيك مشحر فقير يا اخي هيك انت مكيف. طيب. ما هي المشكله مو قلت لك انت مشحر فقير ما معك ولا ليره. معك 2000 ليره بجيبتك. عندك ابن ما قادر تجيب له الدواء ومرتك مريضه ما قادر تجيب له الدواء. بنتك مش قادر تفوتها على المدرسه. عرفت كيف؟ لكن تحر خلص بلا اللوت. لا والله لا خلص. عرفت كيف؟ كل هولي انا بخجل يعني من يعني ما عندي القدره انه امثل قدام يعني هيك بدون انه بلقاء او هيك. ما صعب احسها والله. اي والله ما اعرف. ما بتعرف. طب كل بصل. لا بشرفك. بشرفك. طب غني ووقح. حلوة لتلعب بالنار و عمي خلينا نغني شوي يستمتعوا العالم شوي باغنية حلوة. طب بس اللي إيه الغزالة رايقة؟ بس اللي هيك الغزالة رايقة. الغزالة رايقة. كيف تطلع بالعراقي إذا قلتها؟ الغزالة رايقة. كفة. من الناس الحلوة. من الناس الحلوة. شو هي شو هي؟ سايقة. شو هي؟ سايقة سايقة. ها يلا. من الناس الحلوة سايقة. يا سيدي يا جمال ومالو ضغطي كتير علي. ما تقرب مني شوية. ما تقرب مني. ما تقرب مني هسه. ما تقرب. لا مو ما تقرب.
جوه. ما تيجي يمي هسه لا حتى شويه حسه 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 منيحه زودت من الراي. يلا قول البوال. يا ناثرين الورد انتو الورد كله. مشاهدينا بشوفكم بحلقه جديده. يا ناثرين الوريد يا ناثرين الوريد انتو الورد كله بغلات العمر شوفتك واحلى يا لبنان يا اهل الكرام والطيب والدلال يا لبنان يا اهل الكرم والطيب والدلال حلوين بيكم طبع كل خل يحب خل حلوين بيكم طبيع حلوين بيكم طبع كل خل يحب خل لو ما العراق الوفي يحس بلبنان هم وهله ما يلفرات العذب لا ما عشق دجله ويلي